صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: دم الذبيحة إذا انتقل إلى ثوب الرجل فهل ينجسه؟ وما حكم الصلاة إذا أداها والدم في ملابسه؟ إذا كان هذا الدم يخرج من الأوداد وقت الذبح فهو نجس، هذا الدم المسفوح وهو نجس، ولا تصح الصلاة بثوب فيه دم مسفوح وقت الذبح الذي يسحب من الأوداج. أما إذا كان هذا الدم من المتبقي في اللحم فهذا لا بأس به، ولهذا يؤكل مع اللحم ويباح أكله مع اللحم لأنه غير مسفوح. نعم.